السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية هذه الخيرات والرجالية المغربية والناس مالي المدور الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 20 في شهر 11 2021، هاد الخيرات تنوريوها الحباب تونا فين ما كانوا، كبير صغير، واللي أول خطرة شاف قناة زيتون مرجان نبغيه يشارك معنا. مفضل الحباب تونا كي تشوفوا هاد الخيرات، تبارك الله، في السوق الأسبوعي بمدينة سطات. شحال هاد لافوكا؟ اسمها هاد لافوكا؟ هاديك لافوكا وهاديك كاكي، هاديك لافوكا فاكوم. فاكوم؟ فاكوم 300. 300؟ 300 المليحة ياك؟ المليحة خويا. يلا وليدات خير الله يلحق. في العتارية. وهاد الكاكي؟ الكاكي 300، الكاكي ديال هولندا. مهنة الاصطدام ولا فين ياك؟ هولندا. هولندا. وهاد البنان شحال بعتيه؟ 140 درهم. تبارك الله. وبوك فين راه؟ بوك شتو ما كاينش؟ ويا ما ودي تسوى. خليه. راجل مخير وبوه صديق تاعنا. خير ربي يا وليدي، خير ربي يا وليدي. خير ربي يا وليدي. هولندا. تاريا تاريا تاريا. والله إلا تاريا. ولا بوك يا وليدي 300. هاد البنان قلتي لي 7 دراهم. 15 درهم. الله يسهل عليكم، الله يسهل. هاد الليمون شحال سميت؟ ما عندي ما نسالك، كي داير اسيبي؟ لاباس عليك؟ بخير ناشط. الله يحفظك، شكرا لك، الله يحفظكم. شحال هاد؟ 200. تبارك الله تبارك الله. الورقه الورقه كيما قال، الليمونه الورقه، الليمونه الورقه. تبارك الله الخير. اسمعني اسمعني، هذا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. خيرات. اهلا بخير ناشط، الله يحفظك. انت كي داير اسي؟ مرحبا بك اسي. الله يحفظك، الله يحفظك لينا. شكرا لك، شكرا لك. السوق شادي اليوم اخويا ياك؟ السوق مشدي في هذوك ولاد الناس. اليوم مع الجو ديال الطقس السوق ما عمرش ولكن هانيه الحمد لله. الموجود الله يرضيك. شكرا لك يا صديق، شكرا لك. تبارك الله الخيرات، تبارك الله. 7 دراهم باش كاينه 140 ريال. تبارك الله الخيرات. صافي الخيرات. تبارك الله كما قال هذا الصديق تاعنا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. صافي يلاه سيدي. معقول ولا كيتمرمد السوق؟ لا لا الله يسامح، الله يسامح. ما كاين باس، ما كاين باس. الله يسليكم يا ربي امين. السلام عليكم. كي داير اسي؟ بخير ناشط. الله يبارك فيك، الله يحفظك لينا. الخيرات اسي. الخيرات موجوده الحمد لله. تبارك الله. الحمد لله. الحمد لله. هذا عنب دكاني شتو عندك؟ أيه تبارك الله تبارك الله. ولد ديال شحال هاد الدكاني؟ هذا 1000. تبارك الله. كيلوش. وهاد الليمون شحال؟ هذاك الليمون 4 دراهم. تبارك الله. عطيه يعطيك كما قال هذا الراجل هنايا في السوق الاسبوعي بمدينة سطات. وهاد لافوكا وهاد التفاحة؟ هذاك التفاحة 160، لافوكا 300. اش لافوكا هاد؟ هادي لافوكا هاديك فاكوم. فاكوم كاينه فويرتي 360. فويرتي اللي احسن من فاكوم ياك؟ 360. وهذاك التفاح الحامض ولا الحمر ولا الغليظ؟ هذاك 220. التفاح الغليظ 220. وهاد البرقوق شحال؟ هاد البرقوق 1000. وبوعوي 300. وتبارك الله عليك يا صديقي،
كان هذا الصديق تاعنا قديم هنايا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. هذا الصديق تاعنا كي تشوفوا تعطينا اثمنه ولقينا عنده العنب الدكري واخا قل شويه لقينا عنده هو بالجوده تاعته وبالعنب كي تشوفوا تبارك الله يا ربي سهل على هذا الرجل هنايا كي تشوفوا معنا الحباب تاعنا الله يسهل. شحال الخيرات؟ ها؟ تبارك الله 100 ريال باش كان الحامض اليوم في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. الخيرات موجوده، بغيتي شبكه بغيتي كيلو جوج اللي بغيتي الخيرات موجوده الحمد لله هنايا في المملكه المغربيه. تنوروا الحباب تاعنا فين ما كانوا. شحال الخيرات؟ 200 جوج دراهم ونص باش كاين الرمان تبارك الله في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. الخيرات تبارك الله الرمان كيدير تبارك الله كي تشوفوا معنا الحباب تاعنا فين ما كانوا. الخيرات موجوده هنايا منين؟ دير وزان وزاني. شحال الثمن تاعها؟ الثمن هذه 20 درهم وهذه 20 درهم هذيك 25 هذيك 40 درهم هادو ب 20 درهم. شحال فيهم هادو 20 درهم؟ هادو ما فيهم نص كيلو في الوحدة على سوم 40 درهم الكيلو ثمن مناسب. ديما تجي هنا؟ أنا ديما هنا يا خويا. ديما من هنا من وزان. من وزان. مرحبا بين ما كنتي؟ الله يعزك أخويا. الله كنعمرو في هاد السوق الست والحب. ياك؟ ولكن الدعوه ناقصه شويه. الحمد لله لا ما حنا في شي راويه وصافي. ها الله يرضيك الخيرات موجوده. من الليله ديالك الثانيه وزاد تكون الحد والسبت ديما غير بارطاج. مرحبا الله يعزك اخويا. مرحبا بنا عندكم. الله يبارك فيك. مرحبا بك من ما كنتي في المملكه المغربيه واخا تكون من دوله اخرى تترحب بك المملكة المغربية واخا تكون من أي دولة في العالم. المغرب أخويا. الحمد لله. الخيرات راه موجودة في المملكة المغربية. شنو هي؟ وزانية. فين خبرتي؟ ومعروف. خبرتي علينا. خبرتي. ياك بخير؟ الله يحفظك. ناشط؟ الله يحفظك. اليوم ما كاينش. الماركة سيارة هذه مزيانة في الماكلة. ياك؟ تيديروا زيت العود وهي زينة للبرد. هذه راتبة هذه راتبة. هذه عندهم 60 سنة. مزيانه اليوم ياك هذه كتصلح للبروده الحساسيه المصره المعده بزاف. سبحان الله اي شريحه ولا هذه؟ ماكله ودواء هذه. واش اي شريحه ولا هذه؟ هذه وزانيه. شريحه شريحه كامله. كل الشريحه كما كان صديقتك. هذه مع الثومه وزيت العود كتجي ناضيه اخويا. صافي الطنسيون طلعوه هي. لا طاح طنسيون مع الثومه. عندك البروده وعندك الحساسيه. هذيك كدير الفضيحه. وكي داير هذا الراجل؟ بخير ناشط. وشحال هاد البطاطا سي؟ 70. الخضرة كلها ب 70 ولا غير بطاطا؟ كلشي 70. تبارك الله الخيرات موجودة واللي بغى بطاطا وحدة؟ لا هي 70. ما عندي ما نسالك هذا الراجل ديما تيكون في السوق الأسبوعي بمدينة سطات. تتكون الحد والسبت هنا. الحد والسبت. الله يسهل لك. الله آمين. دعوات زوينات. اهلا بصديقنا الصحة والراحة سي. الصحة والراحة. هاد الخيرات في السوق الأسبوعي بمدينة سطات كي تشوفوا معنا الليمون شحال ندير؟ 250 ريال. تبارك الله الخيرات موجودة هنايا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات. جوج درهم ونص بالزيتوني. برخص في المملكة المغربية. الحمد لله. الخيرات موجودة. فين مشى صديقنا؟ تبارك الله على موحى. 200 خوذة. شحال؟ 80 ريال. تبارك الله هنا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات الخيرات موجودة. الحمد لله ولله الحمد. البطاطا القسمية ب 100 بزاف. وشحال هاد؟ عمر 100 خويا. هذيك سوريزا 80 ريال. الله يحفظكم الله يبارك فيكم. شكرا لكم الله يبارك فيك. ونصور المشاهدين توعي علاش لا
الله يحفظكم لينا. الله يبارك فيك. ياك الاسواق ياك الله يسهل عليكم بصحتكم انتي. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم لينا. هادو الحباب تاعنا من مشاهدين قناه زيت المرشد مركزة. مرحبا مين ما كنتو، مرحبا بكم قناة زيتون مرجان. أكبر بيع شريت الطوموبيل ياك. الله يسليكم، الله يسليكم. أتصلى في هاد الناس راه مكازا. يلا السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.